فطائر تركية محشوة بالجبن، الشكل روعة والطعم يجنن. المقادير المستخدمة لعمل العجينة: كوبين ونصف طحين، 1 كوب حليب دافي، 1/4 كوب زيت زيتون أو زيت عادي، 1 ملعقة طعام سكر، 1 ملعقة طعام خميرة فورية، و1/2 كوب ملح. أول خطوة عندي الحليب الدافي، راح أضيف عليه الخميرة الفورية والسكر، أخلطهم وأتركهم 10 دقائق حتى يتفاعل المزيج. أضيف الملح والزيت بعد ما صارت عجينة عندي، هذا يكون قوام العجينة. أخليها بوعاء وأغطيها ساعة حتى تتخمر. هاي العجينة بعد مرور 45 دقيقة صارت واختمرت. عندي هنا طحين للفرد وشوية زبدة سيحتها بالمايكروويف، ولازم شوية ننتظر عليها إلى أن تبرد. وأي حشوة تحبون من الأجبان، أنا هنا اخترت الموزاريلا والشدر. مبدئيا راح أقسم العجينة إلى 4 أقسام وأسويها عبارة عن كور. فتحت أول قرص بهذا الشكل مستطيل، فتحت القرص الثاني اللي راح أسويه، راح أدهن العجينة بالزبد السايح. وسمك العجينة لا هو ثقيل ولا خفيف، راح أخلي شوية من جبن الشدر وجبنة الموزاريلا. أجيب العجينة الثانية أطبقها على العجينة الأولى، وأكرر العملية للقرصين الباقية، يعني أخلي زبد والحشوة وعجينة ثانية ثالثة وبعدين رابعة وهكذا. هسه راح أخلي الطبقة الثالثة. هاي آخر طبقة. يعني بالإجمال صارت 4 طبقات. حاول نسد الحوافي. وراح نبدي نفرد العجينة بهذا الشكل. بعد ما فردتها بهذا الشكل، عندي هذا التبسي اللي راح اخلي عليه العجين، وخليت بس عليه ورق الزبدة. راح اقسم العجين الى مساطر، راح اقسمه الى 3 اقسام، كل جزء يعني الاجمالي حيكون 6. راح اخذ كل جزء راح الفه بهاي الطريقة.
أغطي العجينة بفوطة مطبخ وأتركها ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى أن تختمر أكثر ويضاعف حجمها. بعد مرور 30 دقيقة ضاعف الحجم، راح أدهن الوجه بيضة وأدخلها للفرن على درجة حرارة 180 سيليزي 350 فهرنهايت إلى أن تستوي. وبعد ما تستوي راح أقول لكم جيد أخذت من عندي بالفرن. وهذه كانت النتيجة بعد ما طلعناها من الفرن. أتمنى تعجبكم الوصفة وأتمنى تجربوها، وأشوفكم في وصفات قادمة بإذن الله وحفظه.